باسم الأمة رئيس الجمهورية. مبدأ واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. أيها الإخوة، لقد تعودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة، أن نجلس معا وأن نتحدث بقلوب مفتوحة وأن نتصارح بالحقائق، مؤمنين أنه عن هذا الطريق وحده نستطيع دائما أن نجد اتجاهنا السليم مهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الضوء خافتا. قراء الشعب لرفع مستوى هذا الشعب، أن الجيش الذي انتظمنا فيه يضمكم أنتم ويمثل الشعب بطبقاته المختلفة. زي ما طلع كاروك في 26 يوليو 52 النهارده بتطلع قناه السويس في نفس اليوم. الفقراء ليهم الجنة. طيب، الفقراء ليهم الجنة، والفقراء دول ما لهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة. هم عايزين أيضا نصيب صغير في الدنيا، ويديكوا أصادوا نصيب في الجنة. ده العمل اللي احنا ماشيين فيه، دي السياسة اللي احنا مشينا فيها. عملنا بنينا لغاية دلوقتي أكتر من 850 مصنع، هنبني مصانع ومصانع ومئات المصانع، هنصلح الارض، السد العالي هيدينا 700,000 فدان حياط هيحولهم لري دايم، هنعمل بعد كده 1.5 مليون فدان ارض جديده، هنزود الارض الزراعيه تقريبا بالتلت. احنا بنبني بلدنا، وبنبني بلدنا من اجل ال 30 مليون اللي عايشين فيها، ال 30 مليون اللي ساكنين فيها. بنبني بلدنا ومش مستعدين ابدا ان احنا نبيع كرامتنا. بنبني بلدنا ونحافظ باستمرار، وكل يوم نحافظ اكتر على هذه الكرامه. اذا المعونه الامريكيه زي ما قال السفير امبارح انهم هم مش مستعدين يتكلموا، بنقول لهم والله متشكرين وكتر خيركم، لكن ما احناش مستعدين نقبل كلام ولا نقبل انزح. احنا بنقدر نوفر ال 50 مليون جنيه، وبنقدر يكون عندنا كفايه ذاتي. ارفع راسك يا اخي، فقد مضى عهد الاستعباد. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها إمبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحا، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى
بعد جمال عبد الناصر.